مش الشباب الشباب اللي يعني قريبين منها. النهارده يوم خاص للسينما السعوديه، ولكن كمان يعني الاخوه الخليجيين والمنطقه كلها بيشاركوهم في عيدهم زي ما بنقول، ولكن هو عيد لكل السينمائيين وكل الفنانين الخليجيين. يعني احنا نتشرف احنا نتواجد في هذا المهرجان. كل مهرجان اكيد في بداياته يعني يكون يبدا ببساطه، لكن اليوم ولله الحمد في الدوره العاشره هذا المهرجان كبير، يعني في اكثر من 300 ضيف يعني موجودين في هذا المهرجان، فهذا دليل على انه المسائل رايحه في اتجاه صحيح. حكم على التواجد اكيد ليه دلاله معينه. انا بالنسبه لي يعني حتى الكل يقول ان هيفاء دائما في كل مهرجان مجتهده لابعد الحدود، يعني وايد احرص على متابعه معظم الافلام، يعني احاول قد ما اقدر احضرها كلها. حريصة صراحة، حريصة أني أتابع وأشوف تجارب الجميلة من شبابنا. الشباب أخواني يعني مو شباب غيرها تحت. ما انا عارف. لانه هو كله يقول مش الشباب الشباب اللي يعني قريبين منها. طب لو يعني البرنامج كمان بيحتفوا بالسينما الهندية، ليكوا ذكريات مع السينما الهندية؟ احنا ربينا على السينما الهندية، احنا كنا نروح السينما والسقف كان مفتوح. انا اتكلم عن الامارات، السقف مفتوح، اذا مطر فالمطر ينزل على رؤوسنا واحنا متفاعلين مع الفيلم، واذا كان حر كنا نتحمل الحر. طبعا مش على ايامها، على ايامي انا اتكلم، لانه فعلا السينما الهنديه تعلمنا منها كثير، والنجوم اللي احنا كنا ننظر لهم هذه النظره مثل اميتا باتشان ودارمندر وهيما ماليني وهالاسماء، اكيد احنا ربينا على افلام. انا بالنسبه لي اتذكر شاروخان والجماعه اللي جو بعدين. لا والله حتى متى بتشان، انا ترى الممثل المفضل بالنسبه لي يعني في الهند. الذكريات اللي والله ذكرتني وقتها يوم كنا صغار، في يوم معين اللي هو يوم الاربعاء في قناه البحرين يحطون فيلم هندي، فكانت العائله كلها تتجمع عند هذه الشاشه. طبعا نتكلم عن قبل كم، اكثر من ما ادري 20 30 سنه يعني. فكنا نتكلم عن 20، نتكلم عن 40. لو عبر سيدتي بقى تدونا وصفه سحريه للزواج الناجح. والله شوفه يعني انا طلعت في اكثر من لقاء وكنت اقول انه يعني الناس يمكن تشوفونا احنا مثاليين اكثر من اللازم وما في اي يعني اختلافات مثلا في وجهات النظر، لا بالعكس احنا طبيعيين مثلنا مثل كل الناس، لكن الاهم انه يكون هناك احترام وتنازل ثم تنازل ثم تنازل. التنازلات هي اساس صراحه الاستمراريه. احنا كفنانين مجرد ما تصير يعني مشكله تحس ان يعني الناس ينظرون على انه هذول الملائكه والمفروض انه ما يصير بينهم شيء. احنا اكيد بشر في النهايه، يصير خلاف، يصير كذا، يصير زعل، لكن في النهايه الاحترام مهم والحفاظ على استمراريه هذا الزواج. واكيد يعني احنا نطلع امام الناس اكيد لازم نطلع بشكل كثير يليق على الاقل باسمنا ويليق باوطاننا ايضا، فلازم احنا نظهر قدام الناس بمظهر لائق، بمظهر حسن. لكن احنا نستغرب احيانا يعني يصير في تفاعل في السوشيال ميديا واحنا قاعدين في امان الله في البيت ما ندري شو الموضوع، نلاقي صرنا ترند، خاصه ان الايام صارين ترند كده يعني. كمان الفنان عبد المحسن نمري بيكرم النهارده، توجه له رساله ايه؟ احنا علاقتنا، انا علاقتي في ابو بدر اكثر من 40 سنه، يستاهل منا ان احنا نطلع من بلداننا ونجي على يوم تكريمه. انا جاي باتصال منه، ولانه ما نقدر نتاخر عليه، وبدر انسان رائع قبل لا يكون فنان رائع، فيستحق منا هذه العنوه ونحن نوصل ونشارك في تكريمه، لانه بالفعل هو فنان قدير وهو كانسان اقدر بكثير من كونه فنان.